عليكم ورحمة الله وبركاته. في انتظار جودة البث. السلام عليكم. المحاضرة دي يا شباب هي محاضرة الفرقة الثالثة، المحاضرة دي محاضرة الفرقة الثالثة. في خطأ فني كده حصل في تعديل المواعيد. المحاضرة الحالية هي محاضرة الفرقة الثالثة. محاضرة الساعة 9 هي محاضرة الفرقة الثالثة. محاضرة الساعة 10 هي محاضرة الفرقة الأولى. محاضرة سنة أولى الفرقة الأولى كلية زراعة جامعة سوهاج. المحاضرة دي الساعة 10، المحاضرة الحالية الساعة 9 ميعادها هي محاضرة التنمية البشرية الفرقة الثالثة جميع برامج الكلية. فلو حد معانا يصحح اللبس عند الناس، حد يأكد لي بس اللي موجودين معانا أولى ولا ثالثة، في لبس حصل في الجدول فعمل بس لخبطة. لكن المحاضرة الحالية هي محاضرة الفرقة الثالثة جميع برامج كلية زراعة جامعة سوهاج وفي مقرر التنمية البشرية. وأنا هأكد على الفيسبوك للشباب. اللي معانا مين يا شباب؟ اللي معانا سنة كام؟ علي، آية، مصطفى، انتوا سنة كام؟ تالتة ولا أولى؟ معذرة اللخبطة دي حاصلة من جدول الأونلاين بس. تالتة، أوكي يا آية. تمام. تمام يا شباب. أوكي. سنة أولى إن شاء الله نلتقي على طول، لو شرفتونا في حضور اللايف ده مفيش مشكلة، مش هيضركم يعني. المحاضرة بتاعتكم الساعة 10 إن شاء الله. بإذن الله. أوكي. بصوا يا شباب، إحنا هناخد النهاردة محاضرة بعنوان البريزنتيشن سكيلز، مهارات العرض، مهارات العرض الفعال. ببساطة كده ايه المطلوب في المحاضرة دي؟ المطلوب مننا في الكونتنت ده في المقرر هو ان احنا نتعلم كيف يمكن عرض فكرة ما، كيف يمكن عرض محتوى علمي، او كيف يمكن تقديم محتوى علمي. البرزنتيشن اللي انا هتكلم منه النهاردة انا عملته لكم وهو هيكون في الديسكريبشن ان شاء الله بتاع اللايف ده لما يكون ابلودد. هتلاقوه النهاردة بعد ساعتين كده من اللايف، هتلاقوه إن شاء الله متاح يعني. طيب ليه إحنا بنتكلم عن السكيلز؟ ليه نتكلم عن السكيلز؟ لأنه اتعمل دراسات علمية محترمة جدا معتمدة على بيج داتا، على يعني محتوى علمي لجمع البيانات كبير جدا. و أفضت الدراسة دي إلى أنه في ثلاث مكونات رئيسية يفضلها أصحاب الأعمال، أو ثلاث أجزاء رئيسية في الشخصية، في المهارات يعني، في شخصية الموظف يفضلها أصحاب الأعمال الكبيرة في العالم. الثلاثة دول هم المظهر والمؤهل qualification، الهانسم المظهر والqualification المؤهل، والskills المهارات. كان ترتيبهم في السابق سابقا كان الترتيب هو انه احيانا جزء كبير من الفترات السابقه كان يعتمد على الهاندسمنس، يعني على الوسامه، على قدر معين من الوسامه هو اللي مطلوب للموظفين في هذه الشركات. وكان الترتيب الثاني يحتله الكواليفيكيشنز، المؤهلات، يعني انا هشغل في شركتي حد خريج في المجال الفلاني، هو ده الاهم. والثالثه كانت السكيلز، المهارات. كانت النسب 80% من اصحاب الشركات يفضلون اصحاب المظاهر الجيده التي تعبر عن شركتهم تعبيرا جيدا،
والترتيب الثاني كان كواليفيكيشنز بنسبة 67%، يعني تلتين الناس حطت المركز الثاني للكواليفيكيشنز، والمركز الثالث كان هو السكيلز. تحول رهيب حصل في الألفينات بعد الـ AI ما زاد وارتفع، بعد Artificial Intelligence يعني الذكاء الاصطناعي، وبعد الناس ما استوعبت جدا ان اللي بيجيب الشغل هو السكيلز مش لا المؤهل ولا الهانسمنس ولا الوسامة الشخصية. اتعملت الدراسة دي تاني على مجموعة اكبر من الناس، وكانت النتائج كالآتي. السكيلز هي الاول، الترتيب الاول والاهم لاصحاب الاعمال بنسبة 75%، والترتيب الثاني الذي يليه هو الكواليفيكيشنز بنسبة 54%، والترتيب الثالث لصالح الهانسمنس الوسامة بنسبة 43%. ده يعني ايه؟ يعني في انقلاب في التحول الفكري رهيب وكبير جدا عند اصحاب الاعمال، بقوا يستوعبوا قد ايه المهارات اهم حتى من المؤهل. طبعا النظرة السطحية بتاعت الوسامة دي انتهت تماما، بمعنى كان زمان يتكتب حتى في الإعلان كده مباشرة سكرتيرة حسنة المظهر، ده الأهم. أما الآن فالمهم على الإطلاق هو مهاراتك، قدراتك، ماذا أو كيف تتغلب على العقبات في الشغل، كيف يمكنك الانفولفمنت، الاندماج، كيف يمكنك الاتصال، وكيف يمكنك عرض السلعة بشكل جيد. وده اللي اسمه سكيلز. دي النقطة الأولى المهمة جدا اللي هو تحول أصحاب الأعمال. دخلنا على السكيلز وقلنا إيه هي المهارات المطلوبة للعمل. اكتشفنا إنه المهارات كالآتي بترتيب الأهمية، الأدنى أهمية فالأعلى حسب رأي نفس الدراسة اللي موجودة إن شاء الله في المصادر في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هتلاقي الأكتيف ليسنينج اللي هو الاستماع الجيد، الاستماع الفعال، الحصول على المعلومة بشكل جيد يعني، كوميونيكيشن الاتصال الجيد، كمبيوتر سكيلز مهارات الحاسب الآلي، كاستومر سيرفيس خدمات العملاء، انتربيرسونال سكيلز الاتصال الشخصي، ليدرشيب المهارات القيادية، مانجمنت سكيلز الإدارة مهارات الإدارية، كيف يمكنه إدارة المواقف وإدارة الوقت وخلافه، بروبلم سولفينج مهارة حل المشكلات، تايم مانجمنت مهارة الوقت، إدارة الوقت، وده اللي هناخده في محاضرة إن شاء الله قادمة على طول. وبعد كده البريزنتيشن سكيلز. الغريب ان البريزنتيشن سكيلز تخطط حتى إدارة الوقت، حتى أهمية الليدرشيب مانجمنت مثلا، حتى أهمية الكمبيوتر سكيلز، which is انقلاب، ده يعد انقلاب في التفكير، اختلال رهيب في منظومة الأولويات عند أصحاب الأعمال. إزاي تيجي البريزنتيشن سكيلز في الأولى، أهم مهارة يفضلونها في من يعملون لديهم هي مهارة البريزنتيشن سكيلز. ده كان تغير رهيب جدا في وجهة نظر أصحاب الأعمال وأصحاب البيج بيزنس في العالم، إنهم يفكروا بالتفكير ده. من المهارات دي المهمة كانت البابليك سبيكينج، ده إن شاء الله هنتكلم عنه في محاضرة قادمة. لكن إزاي البريزنتيشن سكيلز تكون هي رقم واحد، ده كان غريب جدا. فكان من الأحرى بينا وإحنا بندرس مقرر تنمية بشرية إني أدرس حضراتكم أو أدردش مع حضراتكم في مهارة البريزنتيشن سكيلز. إن شاء الله العرض اللي هتلاقوه في الديسكريبشن، اللينك بتاعه في الديسكريبشن، واحتمال أحط لكم العرض نفسه في الديسكريبشن، إن شاء الله هيكون مفيد جدا ليكم. وأنا كنت تكلمت عنه مع طلابنا في برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية كذا مرة، والنهاردة إن شاء الله نتكلم مع كل الفرق. يعني أول خطوة في البريزنتيشن، effective presentation، planning، أول مرحلة هي مرحلة التخطيط، وركز معايا الله يكرمك. مرحلة التخطيط we are
doing, we are doing the presentation for answering the question, why are you talk? Not why أو who is talking. يعني إحنا بنجاوب في البرزنتيشن عن إيه اللي هتقوله، مش مين اللي بيقول. ده مهم جدا. وأنا بعرض لك معلومة مش مهمة قوي عندك مين اللي بيقول المعلومة. الأهم على الإطلاق هو إيه المعلومة اللي بتتقال. يعني ما تاخدش بشهرة أستاذ عظيم، دكتور جميل، العالم اللي ما فيش منه، بقدر ما يهمك هو بيقول ايه، هو بيتكلم ازاي، هو ايه المعلومة اللي هيقدمها لي. انت كمان مهم انك تعرف كده، مش مهم انت مين، المهم بتقول ايه. طالما احنا بنتكلم على presentation skills يهمك انت بتقول ايه. يهمني كمستخدم، كعميل، كصاحب، كجمهور ليك، انك تتكلم بشكل محترف، مش انك مين انت، مش انت الشخص العبقري اللي ما فيش منه. يهمني انت بتقول ايه. فاول نقطة هي why are you doing the talk، ليه بتعمل التوك، مش مين اللي بيعمل التوك، مين اللي بيتكلم، لا المهم بيقول ايه. النقطة الثانية find out how big your audience is likely to be، what sort of group you are going to present. يعني انت بتكلم مين، ده مهم ليك انت بقى كعارض معلومة، انت بتتكلم قدام مين. فرقم واحد انت هتقول ايه، رقم اتنين هتقول قدام مين، مين الفوكس جروب اللي انت هتتكلم قدامها، مين الناس المستقبلين. يهمك قوي انك تحضر المعلومة الملائمة لطبيعة الفئة اللي قدامك. ما تكونش انت بتتكلم في مستوى عالي جدا ويكون الاودينس قليلين جدا في المستوى، او يفترض ان هم يكونوا قليلين جدا فهيلاقوا صعوبة شديدة جدا في التواصل معاك. لكن لو انت دارس المجموعة اللي قدامك كويس قوي هتلاقي نفسك واضح جدا، وهتلاقي الكلام واضح جدا، وهتلاقي اللي قدامك فاهمين كويس قوي، وبالتالي يسهل على الناس استقبال المعلومة. make notes، لازم يبقى عندك notes يا شباب، لازم تبقى كاتب notes، تبقى كاتب النقاط. قبل ما اقول محاضرتي دايما اكتب النوتس بتاعتي، اجهز نفسي للمحاضرة بكتابة نوتس قدامي، تبقى قدامي كده وانا بعرض لحضرتك دلوقتي من البرزنتيشن على الكمبيوتر، لكن قدامي نوتس لازم تكون مكتوبة، مكتوب فيها اقول ايه، وامتى يحصل شيفت في الكلام، وامتى هستمع، ويبقى قدامي التايم، يبقى قدامي ساعة تقول الوقت قدامه بقى قد ايه، وهكذا. فمهم قوي ان انت تعمل نوتس، تكتب ملحوظات وانت رايح تعرض اي معلومة. Don't write you talk، لا تكتب ما تريد أن تتكلمه word for word أو word by word. يعني ما تكتبش الكلام اللي هتقوله كلمة بكلمة. يعني وأنا بقول دلوقتي قدامك أنا شايف line، شايف سطر، لكن أنا بقول بقى اللي ورا السطر ده ما تسيبهوش معروض زي ما هو قدام الناس، ما تسيبهوش زي ما هو مكتوب قدام الناس تقراه، وإلا فإيه لازمتك أنت كبريزنتر، كتوكر، كسبيكر، ايه لازمتك؟ انت ضرورتك وجودك اصلا مبني على ان الناس مش فاهمة اللي مكتوب وانت بتفهمهم وانت بتوضح لهم. فمهم قوي انك تعمل نوتس، بس مش مهم انك او مهم قوي برضو انك ما تقرهاش كلها كلمة بكلمة قدام الناس، وإلا ايه الفرق بينك وبين وجودك وبين عدم. Use small pieces of paper and number them. لو هتستخدم نوتس يبقى تكتب في ورق صغير قوي وترقمهم 1 2 3 عشان يبقى قدامك وتبقى عارف انت في انهي مرحلة وصلت دلوقتي. الباوربوينت هاز نوتس، الباوربوينت في انك تعمل نوتس، وده هوريه لكم ان شاء الله في المحاضرة المباشرة مع بعضنا في المدرج بإذن الله. براكتس اند براكتس، مارس العرض ده، جربه مرة واثنين وثلاثة عشان تقدر تستطيع انك تكون متمكن منه في اثناء عرض محاضرتك او البرزنتيشن بتاعك. Think of three، ركز في ثلاث حاجات. Tell people، انت جاي تعمل ايه، جاي تعمل كده بالظبط. Tell people او الاودينس what you are going to say، ايه اللي انت هتقوله. بعدين
ده هتقول لهم ايه اللي جاي في المحاضرة في اول كلام، وبعدين هتقول المحاضرة، هتقول الموضوع، وبعدين هت sum up tell them what you have said. يبقى لازم تعمل مقدمة وموضوع وتختم باللي بدأت بيه، تختم متواصلا مع اللي بدأت بيه، عشان اللي يحضر المحاضرة، اللي يحضر البريزنتيشن يكون فاهم قوي هو جاي يسمع ايه في اول الكلام، وبعدين اما يحضر المحاضرة يلاقي نفسه اللي تم وعده بيه في اول المحاضرة تنفذ، وبعدين ياخد فيدباك في اخر المحاضرة. مهم جدا انك تراعي سرعة الأداء في العرض، سرعة العرض the pace of delivery، يعني ما تكونش بطيء بشكل خنيء جدا اللي قدامك يحسسه بالملل، يحسسه ان انت وهو موجود معاك حاسس بالثقل، حاسس ايوه انا فهمتك، قول بقى اللي بعده، ايوه فهمتك قول اللي بعده، ما تخليش ده يوصل للناس، وفي نفس الوقت ما تخليهمش تستعجل لدرجة انك قدراتهم ما تسمحش بانهم يفهموا اللي انت بتقوله. فلازم تتوسط في سرعه العرض، موف اباوت، روح للي بعده، بعد ما تخلص النقطه روح للي بعدها، ما تقعدش ترجع كل شويه تعيد وتزيد، روح للي بعدها. بعدين افويد انوينج هابتس، دي مهمه جدا يا جماعه في البرزنتيشن بالذات، في اي عرض لازم تتجنب ما يزعج الاخرين، ما يزعج الناس. جزء كبير مما يزعج الناس هو ان انت يبقى عندك عادات سيئه في الكلام، او مثلا زي عادات ايه، ان يبقى عندك هزه كده، تقعد تهز في رجلك وانت واقف، تقعد تتكتك وانت بتتكلم، تقعد تعمل كده بالقلم، تقعد تعمل عادات مزعجه للاخرين، لان ده هيلفت نظرهم من الجزء اللي جايين عشانه، اللي بيسمعوك عشانه، الى تجنب او الافويدنج للانوينج هابتس اللي هي عندك. فتجنبها انت وخليهم مركزين في الموضوع اللي انت عايز تقوله. كمان مهم قوي انك تركز انت لابس ايه الحقيقه، لان ده يعني ايه المجموعه، ده ليه علاقه باول نقطه اللي هي what sort of what kind of group you are going to present. الناس اللي هتعرض قدامهم هم مين. ما تروحش للناس اللي عندها طبيعة مدنية مثلا بزي أنا آسف أن أقول ريفي زيادة عن اللزوم، أو الناس الريفيين وتروح لهم بلبس مدني زيادة عن اللزوم. ما اختار الزي الملائم لطبيعة العرض، فما تجيش قدام مثلا مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء الشركات وكذا وكذا وانت رايح كاجول مثلا، يبدو جدا على القعدة دي انها رسمية فورمال، فيفضل ان انت تروح فورمال او سيمي فورمال اتليست، يعني على الاقل يبقى لبسك ملائم لطبيعة هذا المكان وهذه الجلسة في العرض، وهكذا. ما تلبسش مثلا الاكسسوريز الملفتة الغريبة اللي تزعج الناس. لو في شكل معين من التسريحة ما تسرحش تسريحة لافتة جدا غريبة جدا عن الناس، ما تلبسش حاجة نظارة بلون مش عارف ايه، يعني طالما انت رايح تعرض يبقى يفضل ان التركيز كله يكون على العرض مش عليك، يفضل مهم جدا ان يكون التركيز على العرض اللي شغال مش عليك انت. ده معناه انك واخد بالك كويس قوي من الهانسم بتاعك، من شكلك، لكن مش مأفور بدرجة تخلي الناس جاية تركز على لبسك أو على لبسك وتسيب الشغل أو تسيب العرض اللي هي جاية عشان. دي كانت مجموعة نصائح كده في الـ presentation skills قبل ما ندخل في الباوربوينت. الباوربوينت اللي هو موضوع المحاضرة، هاي الباوربوينت فيه advantages و disadvantages، merits and demerits، يعني مميزات وعيوب أو أوجه نقص. من اهم المميزات اللي في العرض التقديمي باوربوينت او الباوربوينت بريزنتيشن هو انه كويك، سهل جدا، تقعد في قاعده ساعه، ساعه ونص، ساعتين، تكون مجمع النقاط اللي انت عايزها تحطها في لستة محترمه، يطلع شكل محترف جدا، ايزي، سهل قوي، سيمبل. كل دي مميزات مهمه جدا في انا هشوف التعليقات يا جماعه، شايف تعليقات بس الحقيقة خلص المحاضرة وشوف التعليقات إن شاء الله، أي استفسارات هجاوب عليه.
الميزة التانية في prepare in advance، سهل جدا. أنا دلوقتي وأنا بحاضركم المحاضرة الحالية دي، البرزنتيشن ده معمول من سنة، ما تعملوش إلا شوية أبديت بس قبل المحاضرة، لكن هو معمول من سنة وجاهز وready to play، يعني أول ما هيطلب مني هيبقى جاهز على طول. فالبرزنتيشن سهل قوي إنك تجهزه وتخزنه وتعمله أبديت، وفي أي وقت تقدر تسترجعه في الوقت الملائم ليك يعني. Good for large audience، صح جدا. الحقيقه ان البرزنتيشن باوربوينت برزنتيشن هو خدمه هائله جدا من مايكروسوفت، انها سهل جدا يتعرض قدام عدد كبير جدا من الناس. It can include pictures graphics easily، سهل قوي انه تضيف فيه الجرافيكس اللي انت عايزها والصور اللي انت عايزها بسهوله جدا. Something to look at، يعني على الاقل هو حاجه الناس تبص عليها وانت بتعرض كده، عمال تقلب بالسلايدر او بالريموت تلاقي الناس على الاقل مشغوله في حاجه تركز فيها معاك، وده بيساعدك انت جدا ان انت تعمل فوكس على المعلومه. لكن من الديس ادفانتجز بتاعته، وده هتلاقوه في البرزنتيشن ان شاء الله في سلايد رقم 3، كان بي تيديس. ات كان بي تيديس الحقيقه، ساعات كتير يكون البرزنتيشن نفسه ملهاه عن الموضوع اللي انت عايز تعرضه، بيلهيك انت ويلهي الناس احيانا كتير جدا. لو انت مش بروفيشنال هتلاقي نفسك وانت بتعرض في البرزنتيشن سايح في البرزنتيشن، مشغول فيه قوي، فتلاقي الناس بتروح معاك وتسيب المعلومه اللي احنا جايين عشانها، فتلاقي التكنيك شدك اكتر من المهمه اللي انت جاي تعملها. العكس يكون مفروض، هو المفروض يكون العكس، التكنيك ياكد المعلومه يزودها يضيف للمعلومه، مش يلخبط لك الدنيا ويكون هو جزء من توهان المعلومة. easy to overload with information، ساعات كتير جدا نستخدم presentation unprofessional، نحط كل المعلومة مثلا اللي في الكتاب او في المحاضرة او في الكشكول في الحتة النوتس اللي انا عايز اروح حاططهم كلهم في البرزنتيشن، مش معمول عشان كده ابدا البرزنتيشن. دي نقطه مهمه جدا، خليك عارف، خليك عارفه ان البرزنتيشن الباوربوينت برزنتيشن مش معمول عشان كده، مش معمول عشان تحط فيه كل المعلومات، لا، هو معمول تو هيلب يو، عشان يساعدك بس في تقديم المعلومه اللي انت جاي تقولها، لكن المعلومه عندك انت مش عند الباوربوينت، لازم انت اللي تكون اهم من الباوربوينت وانت بتعرض. فالباوربوينت هو تول، لكن انت الاصل، انت المعلومه، انت صاحب الفكره، فلازم تكون فاهم ده كويس قوي، والمستمعين بتوعك يكونوا فاهمين ده كويس قوي. بي كيرفول وذ انيميشنز، استخدم الانيميشنز، دي تول مهمه جدا، دي فاسيليتي رائعه جدا، لكن مش هي الاصل. انت مش جاي تعمل لنا عرض يعني سيرك انيميشن رايحه جايه طالعه نازله رايحه جايه طالعه نازله، الكلمات عماله فوق تحت فوق تحت، اصفر اخضر احمر، مش هو ده البرزنتيشن. البرزنتيشن الاصل فيه انه ثابت واضح، فلما تيجي تستخدم الحركه استخدمها كيرفول جدا، خليك حريص جدا في استخدام الحركه، لكن ده مش معناه انك تستبعدها، لا بالعكس، هي اداه واداه مهمه جدا، ويفضل ان انت تستخدمها، لكن تستخدمها بحرص شديد عشان ما تكونش هي اللي تلهي الناس عن المعلومه. don't، الحاجات اللي don't go for، الحاجات اللي المفروض تمتنع عنها وانت بتعرض، خمس حاجات. don't rush، ما تستعجلش وانت بتعرض، لو سمحت خليك حريص ان المعلومة تكون وصلت، مش ان المعلومة تكون عدت، تكون عدت وانت رحت للي بعدها. الاصل في العرض انه يقدم للناس معلومه، اسمه عرض تقديمي، يقدم للناس معلومه، فبتدي لهم معلومه سيمبلي واضح سهل. عندنا محمد ابو السعود بيقول كومنت مهم جدا، الباوربوينت يحوي العناوين والحاجات البسيطه بس، فعلا الباوربوينت معمول عشان تحط العناوين الرئيسيه، العناوين الرئيسيه وانت تتكلم، انت اللي بتعرض المعلومه، فدونت رش، ما تجريش بسرعة. هشوف الكومنتس كلها، انا هشوف كل الكومنتس، يبدو ان الكومنتس داخلة في سكة الاتندنس يعني الحضور. اوكي، النقطة الثانية don't read off a sheet of paper،
وورد فور وورد، يعني ما تقراش كأنك بتقرا من قطعة ورق. فتيجي تقول ايه؟ محاضرة اليوم هي عبارة عن كيف يكون العرض الفعال ناجحا، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة. مش هو ده المطلوب، مش هو ده المطلوب. أحمد ماهر بيقول أهو باوربوينت من اسمها نقاط نقاط نقاط، نقطة ورا نقطة. لكن ما تقراهمش بقى كلمة بكلمة يا أحمد، ما تجيش تقرا الكلام زي ما هو مكتوب في البرزنتيشن ولا زي ما هو مكتوب في ورق. أنت جاي تقدم معلومة، لذلك حضر المعلومة، حضر المحاضرة، حضر البرزنتيشن، اقراه قبل ما تقوله للناس عشان يظهر لك النقاط بتاعتك. Read off, don't fiddle with things, it's irritating. آسف، fiddle with things, it's irritating. يعني إيه؟ لا تربك الناس بالأشياء. ما تجيش بقى كل دقيقة، خدتوا بالكم يا جماعة أنا عندي مايك لونه إيه؟ خدتوا بالكم يا جماعة أنا عندي موبايل شكله إيه؟ خدتوا بالكم يا جماعة الكتاب ده؟ البتاعة دي؟ الشاحن؟ مش عارف إيه؟ انت كده بتربك الناس. كتر التولز دي، انا قايل لك استخدم تولز، انا قلت لك استخدم تولز في العرض وساعد نفسك بالتولز، لكن هي تكون معينه، اسمها كده معينات عندنا في الارشاد الزراعي، اسمها المعينات، ايدز، المساعدات، لكن مش هي الاصل. ما تربكش الناس بكتر الحاجات، تزغلل عينيهم دي ورا دي ودي في دي، وخد شوف دي واعمل دي وجرب دي وبراكتس دي 100,000 حاجة. الناس عايزة تاخد معلومة واضحة لو سمحت، وانت بتدي المعلومة خليك مركز في المعلومة مش في حاجة تانية. حاضر يا انجينير علي مهدي بيسأل سؤال، ازاي اعرف المعلومة وصلت المستمعين مش مجرد نعدد خلاص؟ حاضر، ده هيجي دلوقتي ان شاء الله. don't، احنا لسه في don't. don't use inappropriate language for your audience. ما تجيش قدام الناس وتستعرض لغة غريبة عليهم وصعبة عليهم ومش ممكن يستعملوها. زي وانا بكلمك دلوقتي اروح اقول لك كلام فرنساوي، ايه الداعي ليه؟ فهمنا انك تتكلم انجليش مع الناس، او انك تجيب اكسبريشن انجليش، او تجيب عرض زي ده بالانجليش، لكن ايه فرنساوي ليه؟ او انك تنزل بالمستوى، اقول لك ايه وبقول لك ايه والد عمي وانت قلت واحنا قريبين من بعض وقريبي والد خالي وبنت عمي. ده اسلوب برضو متدني جدا عن ان يكون برزنتيشن. التوك بتاع البرزنتيشن بروفيشنال، يعني ميدل، يعني متوسط، يعني تكون الناس العالية جدا فاهمة اللي انت بتقوله، والناس القليلة جدا في المستوى فاهمة. انت جاي تقدم لهم معلومة مش تستعرض عليهم لغة، فده مهم يكون راكز في ذهنك انت نفسك. طيب don't panic، ما تكشرش، انت مش جاي تعذب الناس ولا تناقشهم في الاخرة، انت جاي تقول لهم محاضرة هادية بسيطة. فما تستخدمش اسامة بيقول اللزمات اللغوية، طبعا يا اسامة ابعد عن اللزمات اللغوية، طالما عندك لزمة لغوية استبعدها، حاول تركز على نفسك شوية وتستبعدها. ما تجيش كل شوية تقول تمام تمام تمام، ايوة ايوة ايوة، اوكي اوكي، معايا معايا. فلازم تستخدم اللغة المتوسطة اللي ما فيهاش لزمات. زينب بتقول لازم استخدم اللغة واللهجة المعينة للمستمعين اللي قدامي، طبعا يفضل تقرب لهم طبعا، لكن ده مش معناه انك تنحدر في لغة غير لغتك فهتبوظ جدا وهتلاقي نفسك ضايع بعد شوية، ولا ان انت تتبسط لدرجة تضيع المعلومة. الاصل عندك هو المعلومة، التركيز يكون على المعلومة. فدول الخمس حاجات اللي don't go for، الحاجات الخمسة التي لابد ان لا تعملها او لا تقدم عليها. اخيرا في حاجات في السلايد يا شباب هتلاقوها ان شاء الله واضحه، انا مش هقولها في المحاضره دلوقتي اللي كانت تشوفوها في البرزنتيشن، لكن في حاجات بركز عليها دي المهمه. اخيرا انا يهمني ازاي اعرف الاجابه بتاعت سؤال حد من الاصدقاء دلوقتي سال ازاي اعرف المعلومه وصلت، هو ده الجزء اللي انا هقوله دلوقتي. ازاي اتاكد المعلومه؟ هو انك تطرح اسئله للديسكشن، لازم تخلي مكان في البرزنتيشن بتاعك فور ديسكشن. تقول the house is now open for discussion، يعني القاعة المجال الآن مفتوح للمناقشة، تفضلوا اسألوا أسئلة. فتبدأ الأسئلة تيجي، تلاقي الناس تجاوب عن نقاط الضعف اللي في البرزنتيشن فتقويها
يبقى قدامك فرصة انك تعيد ترميم البنيان المعرفي اللي انت قلته. والناحية التانية تلاقي الناس بدأت تستوعب وتقول ده لاقل فهمها للموضوع، فتلاقي نفسك عرفت مؤشر المعرفة، الناس عارفة اللي انت قلته ولا ما عرفتش، فهتسترس على جزء معين، هتعيد جزء معين عشان ما تقعش في مشكلة الريبيت. واخر حاجة دايما هي السم اب. سم اب يعني التلخيص، لازم تيجي في اخر كل محاضرة زي ما انا بعمل معك، تلخص القصة اللي حصلت كلها، حاجات اللي قلناها كلها لازم تتعاد مرة اخيرة وفي اخر جزء في المحاضرة. احنا كده انهينا المحاضرة دي، اتمنى ان انتوا تكونوا يعني وضحت قدامكم البرزنتيشن سكيلز. لو سمحت شغل اللايف ده لما يبقى ابلود وافتح قدامك البرزنتيشن اللي انا هحطه لك في لينك دلوقتي او هحطه لك تحت في الديسكريبشن، افتح البرزنتيشن واسمع المحاضرة معايا، هتلاقي نفسك واضحة جدا الدنيا معاك، هتلاقي الدنيا اوضح بكتير ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. هعيد بس مراجعة سريعة جدا عن اللي احنا قلناه. احنا النهاردة اتكلمنا عن موضوع العرض الفعال او الافكتيف برزنتيشن، قلنا ان المهارات اصبحت في قمة اولويات العالم بنسبة 65% من اصحاب الاعمال بيفضلوا اصحاب المهارات عن اصحاب المؤهلات وعن اصحاب الشكل الوسيم. ده كان تغيير كبير في افكار الناس. الاهم دلوقتي بقى المهارات اهم حتى من الكواليفيكيشنز واهم من الشكل. الميجور سكيلز اللي قلنا عليها اللي هي الاكتيف ليرنينج، الاسف اكتيف ليسننج، الكوميونيكيشن، كمبيوتر سكيلز، كاستمر سيرفيس، انتربيرسونال سكيلز، ليدرشيب، مانجمنت سكيلز، بروبلم سولفينج، تايم مانجمنت، وبرزنتيشن. وقلنا هي البرزنتيشن، وقلنا اول خطوات هي البلاننج، ثاني خطوات انك تعرض تل وات يو ار جوينج تو بريزنت، وبعدين السم اب او التلخيص، وبعدين قلنا استخدام الباوربوينت مميزاته وعيوبه، وقلنا كيف يمكن الحصول على الفيدباك او التغذية المرتدة، كيف يمكن الحصول على مؤشرات الناس خدت المعلومة ولا لا. شكرا جزيلا لحضراتكم، وانا هشوف كل الكومنتس. في هنا حسن عزوز بيقول لو تشاركنا الداتا، حاضر يا حسن، هتلاقيها على طول في الديسكريبشن بتاع الفيديو ان شاء الله، اول ما ينزل خلال ساعتين باذن الله. سنة اولى بيقول دكتور سنة اولى ميعادهم بكره، هنشوف اولى ان شاء الله، هدخل لكم دلوقتي على الجروب ونتاكد باذن الله. رانيا، طيب انا هشوف كل التعليقات دي ان شاء الله وهتابعها واحده واحده، وهرفع لكم اللايف ده على القناة بإذن الله. تابعوا القناة وتابعوا اللايف إن شاء الله هتلاقوا كل الحاجات اللي انتم محتاجينها. شكرا جزيلا لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، أتمنى لكم السلام. خدوا بالكم من نفسكم قوي، وحافظوا على نفسكم وعلى أهليكم، وركزوا في الصيام، وربنا يحفظكم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.